بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حاب أشرح طريقة كيفية نقل أو تفريغ وقود من خزان إلى خزان، سواء مثلا من خزان سيارة ممتلئ إلى خزان سيارة فارغ. طبعا كثير من الناس لما يجي يسحب الوقود من الخزان الممتلئ يستخدم أنبوب أو لي ويسحب عن طريق الفم، زي ما تعرفون المواد البترولية ضارة للصحة، فقد ممكن لا سمح الله يدخل جزء من البنزين للبلعوم. بالرغم أنه ممكن يستخدم طريقة ثانية علمية طبعا، ويخلي الضغط الجوي هو اللي يقوم بعملية دفع البنزين بدل لا هو يسحبه من خلال الرئتين. العملية جدا بسيطة، نحتاج أنبوب زي هالشكل، ولنفترض أن هذا خزان السيارة الأولى اللي هو الخزان الممتلئ، وهذا خزان السيارة الثانية اللي هو الخزان الفاضي. كل علينا أننا نغمر الأنبوب داخل الخزان بهالشكل، بعد كذا نقفل الطرف الثاني للأنبوب عن طريق الأصبع بهالشكل. نلاحظ الآن أنه السائل البترولي الآن معنا موجود داخل الأنبوب. لاحظ أرفع عيدي يعني وما ينزل على تحت. ليش؟ بسبب الضغط الجوي. الآن أنزله بهالشكل. حبيت أشارككم المعلومة لأنه قد البعض يحتاجه في المستقبل، فممكن لو استخدم الطريقة الأولى لسحب الفم قد لا سمح الله يستنشق كمية من البنزين وتضر صحته، بينما الطريقة هذه زي ما شفنا سهلة جدا وبسيطة وأيضا آمنة.